احمد حمودي واسلام محارب ولا لا؟ انديه كتيره بدات تكلمنا ما كانش بشكل رسمي عن طريق التليفونات او المسؤولين عندهم، يعني بنقدرهم ونحترمهم طبعا، لكن الاولويه لاحتياجاتنا احنا. تمام، بعد كده هنشوف احتياجات الفرقه ايه من خلال نظام القيد برضو. ما هو لحد دلوقتي ما جاليش نظام قيد معين. هل القايمه قد ايه؟ محلي ولا افريقي؟ افريقيا معروف من وانا عندي 17 سنه. هم 30 اسم مظبوط. عمرها ما بقت 25 ولا بقت 27 ولا 28. صح. في فترات للقيد لسه المحلي طبعا يعني. طبعا لكن لسه محلي ما اعرفش انا حاجه. طيب موقف المعارين ايه؟ المعارين احنا عندنا لعيبه كتيره معارة يعني، اغلبهم من فرقه الشباب. اوكي، اغلبهم من فرقه ال 97. برضه احتياجاتنا ايه؟ مش ممكن هتبقى انت محتاج واحد فنيا ومهما كانت الاغراءات الماليه او النادي اللي طالبه هتديهوله يعني. طيب هل فعلا مارتو الاسارتي طلب احمد ياسر ريان وعمار حمدي، او هم هيرجعوا الاثنين الاسمين دول تحديدا خلال الفتره اللي جايه؟ الوحيد واحمد حمدي الوحيد او اثنين ملناش الحق ان هم يرجعوا. تمام، لان عقدهم ممتد مع سموحه اللي هو كريم يحيى وعمرو بركات. تمام، دول سنه ونص. اوكي، مع الباقي كله هيرجع. فدول لازم يبقى فيه موافقه من سموحه، لو في رغبه من الجهاز الفني ان هم يرجعوا. الباقي كله رجع تمام بنهايه الموسم. لما يخلص الموسم، لان في ناس في الجونه، فدول ممتدين اعارتهم لحد مباراه لحد الموسم ما يخلص. انت عارف ان في خمس فرق منتظره. مظبوط، اللي هو عندك الاهلي والزمالك والمقاولين والاسماعيلي والجونه. طيب اخيرا قبل بس ما اسيب موضوع اللاعبين، ايه رايك في ما حدث من